ما ذكرت نحن لازلنا نتواجد في منشآت الجمرات لرصد قدوم حجاج بيت الله الحرام في أول أيام التشريق لرمي الجمرات الثلاث. طبعا كما ذكرت هو الحاج ومحور هذا الحج ومن تنتهي وتبتدئ منه الخدمات وما يقدم هنا للحجاج والقادمين إلى الحرم المكي الشريف أو إلى المشاعر المقدسة بشكل عام. طبعا نلتقي مع عدد الحجاج حتى نأخذ منهم قصتهم ورحلتهم إلى حج هذا العام. نرحب فيك ونتعرف عليك. أستاذ محمد عبد الرحمن الوصيفي. حياك الله أستاذ محمد. من وين؟ من القاهرة مركز دمياط. كيف كانت رحلة الحج السنة هذه؟ السنة الحمد لله كويس، أحسن من السنة اللي فاتت. في أمور الدنيا مزبطة، الطرق مسلك، كله تمام الحمد لله. تمام الحمد لله. كيف المخيم كان قريب من الجمرات ولا بعيد؟ يعني قريب من الجمرات الحمد لله، الطرق كلها سلكة والحمد لله تمام كله. رميتوا الجمرات ولا لسه؟ الحمد لله رمينا الجمرات ومتجهين لمنى إن شاء الله، لمكة إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله. نتعرف على محمد شوا حماد. حياك الله أستاذ محمد. من وين بالضبط؟ من مصر، المنصورة. حياك الله. كيف كانت الرحلة السنة هذه؟ لا الحمد لله نحمد ربنا على كل حال، والحمد لله في سهولة ويسر في الحركة والدنيا تمام يعني الحمد لله. الحمد لله. كان قريب بمخيمكم من الجمرات؟ قريب. كيف كانت الرحلة من البداية من عرفات إلى مزدلفة إلى وصول الجمرات؟ طبعا الأمور كلها ماشية، بس الحمد لله في يعني المشي سهل، في سهولة في المشي، ونسأل الله التوفيق والقبول إن شاء الله. الله يتقبل منكم إن شاء الله، والحج مبرور وسعي مشكور إن شاء الله. أمين يا رب. شكرا لك. شكرا. شكرا جزيلا. نعم السادة المشاهدين، طبعا هذه رحلة حجاج بيت الله الحرام، هم تقريبا وصلوا إلى نهاية هذه الرحلة، لم يبقى إلا خطوات بسيطة حتى يتموا هذه الرحلة الإيمانية التي يتمناها كل مسلم على وجه هذه الأرض. طبعا هذا ما لدينا حتى الآن في مشاهدة الجمرات، سنتواصل معكم لنرصد حركة حجاج بيت الله الحرام منذ دخولهم إلى مشاهدة الجمرات حتى ينتهي من رمي الجمرات في هذه المنشآت.